يبقى الهدف الأساسي عند الإسرائيليين وأي حكومة إسرائيلية سواء كانت بقيادة بنيامين نتنياهو أو غيره، وقبل عملية طوفان الأقصى كان التركيز عند المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والآلة العسكرية هو كيفية التخلص من المنشآت النووية الإيرانية وعدم استكمال إيران هذا المشروع، لأن الإسرائيليين سيكونون أول من يتضرروا في حال وصلت إيران وأصبحت في النادي النووي. لذلك في حال إذا أقدمت على استهداف أي منشأة نووية ندخل بالفعل أمام حرب شاملة، عندها سيقدم الإيرانيون على إطلاق المزيد من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، وستشتعل الجبهة في جنوب لبنان وربما من جهات أخرى، أي بمعنى من سوريا من العراق وتحديدا من لبنان سيتم التركيز أكثر. ونلاحظ حتى الآن أن الصواريخ بعيدة المدى لم يتم استعمالها من طرف المقاومة اللبنانية حتى الآن، ربما هذا لضرورات المعركة ماذا سيحصل في الأيام المقبلة. لكن علينا أن نعترف أن الهدف الإسرائيلي عند بنيامين نتنياهو منذ سنة وقبل عملية طوفان الأقصى هو كيفية حصول اشتباك إيراني أمريكي. هذا الأمر يبدو أن واشنطن وطهران لا تريدان الأمر، وهو يستغل الأسابيع الأربعة لتفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو يستغل ضعف الإدارة الأمريكية الحالية لأنه يريد زجها في مثل هذه الحرب الشاملة، أو على الأقل في إفساح الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية ومالية أكبر لإسرائيل تحت حجة أنه يتخلص من هذه المنشآت النووية.